وهذا رجل، وهذا خروف. لا بأس، رسمك جميل، لا بأس. إنها قصة الرجل الذي يهدي خروفا لامرأة. تعرف هذه القصة؟ ما اسمك؟ أنا هالي من عائلة كليتشي. كليتشي؟ أنت حفيده. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. ما تريد؟ أعجبك؟ حسنا، أعطي لك. لكن يجب أن تعتني به. ابحث له عن أم وإلا سوف يموت، فهمت؟ بالنسبة لأبناء الرعاة، قد لا يتلقى البعض نفس الرعاية التي يقدمها أبو الخروف الأبدي جاوبان. لذلك لم يحصلوا على الخروف المحبوب. هذا الخروف الصغير حمل اسم سرباس. بتي إلي في طفولتي، كان لهذا الخروف مغزى غير عادي، رغم أنه ولد ضعيفا وبصعوبة، وتوقع له الكثيرون أن لا تطول حياته. في تلك السنة كنت أذهب مع عمي وجدتي من المرعى الربيعي في سفح الجبل إلى المرعى الصيفي على الجبل الشاهق. كان هذا الخروف النحيل يصحبني ويرافقني، وكان ما حدث في ذلك الصيف محفورا في قلبي. هذا المرعى الصيفي والذي يقع في هذه المنطقة يحمل اسم جدي كليتشي. كنت آتي إلى هنا كل سنة وأشعر وكأنني قد عدت إلى بيت جدي. سمعت من الجدة سارة أنه لا توجد علاقة بين اسم هذا المكان واسم جدي. من المؤكد أن شخصا ما كان يعيش هنا حمل هذا الاسم، ربما كان غنيا من عائلة مشهورة، ربما كان فقيرا يعيش في منزل متواضع. الرعاة هنا يحبون تسمية الأماكن نسبة إلى الأحداث والأشخاص، لذا لكل شخص في هذا العالم فرصة لأن يبقى في ذاكرتنا.
جدتي، هل رأيت سهرباس؟ كان هنا قبل قليل. سهرباس! 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 ألم تري أن ضيفا يزورنا؟ لم تسلمي علي، إنك غير مهذبة. مارتيا، ماذا بك يا حبيبتي؟ عريسك جاء ليزورك، هل هذا لا يرضيك؟ أختي الصغيرة، إن حماتي غاضبة، اذهبي وسلمي على الضيوف. لا تتصرفي كالأطفال، اذهبي وسأذهب معك وإلا ستسوء الأمور. لست مهذبة؟ تجبرونني على زواج لا أريده، لست مهذبة؟ اسمعيني يا أختي الصغيرة، كبار العائلة سيغضبون، أنت تحرجين الضيوف أيضا، فلنذهب إلى خيمتي. لم أدعوهم، قلت لن أذهب فلن أذهب. أنا أرجوك، انظري أمك قادمة وستغضب مني. ماذا تفعلان هنا؟ مارجيا، ماذا قلت لك قبل قليل؟ لماذا تردد؟ اذهبي إلى الضيوف بسرعة. أختي، هيا بنا، الضيوف بانتظارنا. أنا لا أريد، لا يهمني. يا ابنتي، ماذا قلتي؟ لا يهمك، لقد اتفقنا على الخطوبة. على أي حال، كل ذلك من أجلك. يجب أن تفهمي، هذا الشاب من عائلة محترمة، لذلك نريدك أن تتزوجي ونريد سعادتك. يا مجنونة، من جهة أخرى نحن أقرباء. مارجيا، اذهبي لدعوة المزيد من الشباب لنحتفل هذه الليلة. حسنا أختي، اذهبي لتجلسي معه، اتبعي نصيحتي. لست مرتاحة، لن أذهب. هل كنت على ما يرام منذ قليل؟ لا تحاولي إيجاد مبرر،
اذهبي. قلت لك لست مرتاحة، لن أذهب. مارجيا اذهبي أولا، دعيني أتكلم معها. حسنا. جدتي؟ ماذا تريد؟ كيف مات جدي؟ التيفويد. كيف كان شكله؟ هذا السؤال الآن. لأنك تقومين بترتيب ثيابه كل عام. في أملي أن تحمي روح جدك عائلتنا. إذا تزوج عمك ببنته سوف تغمر السعادة بيتنا. حينها سوف أقفل ثياب جدك في الصندوق. لا تنسى التعامل مع الناس، فكر في نفسك أيضا. الأبقار والأغنام في الحظيرة. لن تضيع منا لا ذئاب ولا كوارث. سمعت أن الأعشاب بصورة جيدة هذه السنة، فلا داعي من إتعاب نفسك. المواشي ستأكل، لن تموت. بني، من سفح الجبل إلى قمته لا أثر لأي بشر، لا يمكنك أن تعيش وحدك، خاصة أنت. لا تبقى وحيدا، الإنسان لا يستطيع أن يكون وحيدا. إنني لا أريد أن تذهب حياتك هباء دون معنى. حسنا أمي. هذه الأيام يجب عليك ترويض الحصان. حسنا أمي. في الشتاء الحصان يحتاج إلى حركة أكثر حتى يطيعك أحسن. لا تقلقي. بني، تعلم من الدروس السابقة. انتبه أن يكون هالي مثلك تماماً.
هل تعرف كيف يصف الناس الرجل البريء؟ يبدو بليدا كالغنم الذي لا يعرف سوى أكل الأعشاب. والغنم هو أنا. يا هذا الولد لا يقول سوى بضع كلمات طوال اليوم، من يدري بماذا يفكر؟ عمره أكثر من 20 سنة، لكن يجعل والدته تقلق عليه. هذا الولد يا ربي. أين صديقك؟ ذهب إلى مضمار السباق. لماذا لم ينتظرك؟ تركته يذهب أولا، أريد الذهاب معكم. أعتقد يجب أن تذهب معه إلى السباق، أليس كذلك؟ لماذا؟ وكوبالا لن تشارك في السباق؟ يبدو أنها لن تذهب. بسبب أنا؟ بالطبع لا. قالت خالتي إنكما ستشاركان، إذا لم تشاركا لن أكون مرتاحا. أنا غريب، قليلون يعرفوني هنا. حسنا، في الحقيقة لن يكون مناسبا أن تذهب معنا. إذا عرف أنك تريد خطبتها فمن المؤكد سيقوم الشباب والشابات جميعا بالتمازح معك. أرجوك مرجيا، خذي وكوبالا إلى السباق، فأنا منذ أيام أريد التحدث معها لكنها تحاول دائما أن تتجنبني. حسنا، سأحاول. تعرف أنها عنيدة جدا، ربما لن تأخذ بنصيحتي. بالتأكيد ستستمع إليك، فأنت زوجة أخيها. لقد جهزت الحصان، إذا لم يكن لديك عمل هنا هيا ننطلق. الضيف يجهز الحصان لنا، هذا يخجلنا جدا. وهو كذلك، كما تريد. أذهب أولا، أنتظرك هناك، لا تتأخري. حسنا، اذهب الآن. إلى اللقاء. إلى اللقاء. اسمعيني جيدا، حول هذا الموضوع أنا صاحبة القرار. مارجيا، أنا هنا. بصفتك كنتها عليك إقناعها بالزواج. لنذهب، هيا بنا. إنه ليس شخصا غريبا، إنه من عائلة أمي. عم أبحث عن الصوت. طبعا الصوت في الخارج على صهوة الحصان. تعالي اجلسي، لا تتصرفي كالطفلة. كيف تقولين هذا؟ انظري لحالك، ستفعلي هذا أمامهم، ألا تخجلين؟ مارجيا، أنت تماما مثل والدتي، تخافين كلام الناس. يا مجنونة، ما قالته أمنا لصالحك؟ إن تزوجتيه ستعيشين في سعادة. أنا لست مثل السمكة، إن خرجت من الماء ماتت.
لن أضيف شيئا. تريد مصلحتك الخاصة. ليس لمصلحتي بل لمصلحتها هي. حرام عليك، لن أشترك في انتقاد الوالدة. أنت محقة، تنتقدينني أنا فقط. لا تقولي هذا الكلام. ماذا قلت؟ أنا لم أقل شيئا، فقط أريد الترويح عن نفسي. ألا ترين أنني حزينة؟ كيف تلومينني؟ أين تذهبين؟ إلى السباق لمطاردة الفتاة. يا إلهي، أغضبتها مرة أخرى. لا أجيد الحوار أبدا. انتظري، هذا حصاني، لقد ركبت الحصان الخطأ. ضاعت جوهرة من السرج. هيا هيا هيا. مرحبا. كوكوبالا، أخيرا جئت. جاء العريس، لا تظهري غضبك. مارجا، لماذا تأخرت؟ هيا مارجا، بعد قليل أتسابق مع وكوبالا. طبعا طبعا ممكن. ما اسمك؟ أنا حسان. لنتسابق معه على حساب. فقدت واحدة، ولكن يمكنك أن تهدين أخرى. وكوبالا، علي الذهاب. تفضل بالجلوس. متعب. لم أشارك في السباق، لست متعب. إذا استرح، سأحضر لك بعض الشاي. لا أشعر بالعطش، شربت قبل قليل. أنت محرج مني. أقول بصراحة، لا أريد شرب الشاي. لقد رأيتها اليوم، هي عنيدة جدا. تربت مع جدتها، لذا هي مدللة. في الحقيقة هي عنيدة جدا. أحب هذا يعجبني. هذه طبيعتها الحقيقية مارجع. لا أستطيع العيش دون وكوبالا. يقولون الصبر مفتاح الفرج، لذا سأصبر.
أنا أشفق عليك حقا. إذا لم تقبلني هذه المرة سوف أرجع، سوف آتي مرة أخرى، سأحاول إيجاد فرصة مناسبة لأتحدث مع الخالة. لكن حماتي قالت إن شخصا من عائلتكم سيأتي لمناقشة أمر الزواج. نعم، لكن الوضع الحالي أنت رأيته أيضا. بعد عودتي سأتحدث مع كبار العائلة وأشرح لهم. لكن لا أعرف هل سيقبل الكبار ذلك؟ سأجد طريقة، سأرجع مع صديقي أولا. بعد مغادرتي قولي للخالة إن أصدقائي دعوني للمغادرة معهم. خالتي ستشكو فقط، ستقول إني ما زلت طفلا صغيرا. ربما هذا أفضل. كلام معقول. هذا الشاب من مضمار السباق؟ نعم، لكن رجع قبل قليل. كيف سمحتم له بذلك؟ إنه مسكين، لابد أنه غادر غاضبا. هل تتصوري أن ذلك مجرد لهو ولعب أطفال؟ أن نتنقل من أسرة لأخرى؟ ألم يسبق لي أن شرحت لكم عدة مرات؟ لماذا تأخذون كلامي كالهراء ولا تقيمون له وزنا؟ إن عائلتنا عائلة كبيرة، هل فهمتم؟ الحمد لله، لحسن الحظ يعني أننا أجرينا الخطوبة مع الأقرباء. ماذا لو أنها مع الغرباء؟ ما الذي كان سيحصل؟ فضيحة. هذا الأمر لم ينتهي، لا أريد أن أرى دموعك. أمي، سأخذ أختي ونذهب لغرفتي. اذهبي. هيا بنا. كوني مطمئنة، لن أكسر أبدا كلامك، لكن ضعي نفسك مكان ابنتك، فكري في أحاسيسها. اذهبي واخبريهم فليأتوا لنا بأقرب وقت. لا أعتقد أن المسألة بهذه البساطة. السيطرة على زمام الأمور. وهو كذلك، دعيها تقر بنفسها وحذرك من خلق متاعب. اشرب الحليب أفضل من الماء البارد.
لما لم أراها لي؟ راح يرعى الحصان. سمعت من خالي أن سباق الفروسية كان ممتعا جدا. صحيح. هل تعرف تلك الفتاة التي سبقتك أمس؟ هي جيبني. خالي قال إنكما تحدثتما أمس لفترة. هل سألتها من أي عائلة؟ من عائلة سلطان، هي البنت الوحيدة للعائلة. أعرف. جدها كان رجلا طيبا ومهما، حيث كان يلتقي الإمبراطور غوانشيو في بكين مع الذين يقدمون له الجزية. عائلته شهيرة جدا، أحد أقربائه كان يشغل منصبا مهما في الحكومة. جدتها أيضا امرأة عظيمة، لقد التقيتها مرة وجها لوجه. في عائلتهم نزاعات الملكية والتناقضات بين الحماد والكنة. إن الفتاة التي تسابقت معك أمس ربتها جدتها، إلى أين ذهبت أخذتها معها، لذلك فهي تعرف الكثير. اليوم أصبحت مغرورة جدا. ليلة أمس من كلام هالي استنتجت هوية الفتاة. يا ربي، ما كان اسمها؟ ما ضعف ذاكرتي، نسيت. لو كانت فتاة عادية ما كانت تسابقت مع رجل. ما كان يجب أن أقول كل هذا. العم كاستار رجل جدير بالثقة بكل معنى الكلمة. إذا وعدك بشيء لابد أن يفي بوعده. طلبت كوبالا منه أن يهديها السرج، كانت تمزح معه فقط، لكن العم كاستار قدمه لها دون تردد. في وقت فراغه ذهب إلى الغابة لقطع بعض أشجار الصنوبر، لكن الشيء المثير للاهتمام هو أنه عندما كان ذاهباً لقطع أشجار الصنوبر، كانت عائلة سلطان تتوجه إلى عائلة وكوبالا لمناقشة أمر الزواج. برفق. آسفة لأنه قد ألمك. لا عليك، بالفعل لست قاسية مثلك. أثناء السباق كنت قاسية ولم تخجلي من ضربه وجرحه. يكفي مرتيا. فتاة العائلة قاسية جدا.
اقتربت شابا من الجيران وأغضبت أيضا ابن خالتها. مسكين، يجب أن ينساني. في الحقيقة ابن خالتك طيب جدا. يكفي. أمي مرحبا. حماتك سترسل شخصا إلينا. يأتون من أجل موضوع الزفاف. سنبدأ بإجراء الاستعدادات غدا. حسمت قرارها. نعم، تعال لاستعارة النار. أين مسحك؟ هنا. خذ. أمس كنتم من عائلة أمي، واليوم أنتم من أفراد عائلة ابنتي. وكوبالا هي قمري، وهي شمسي أيضا. كبرت مع جدها وجدتها منذ صغرها، وجدتها دللتها كثيرا، وهي سعيدة. وأتمنى بعد الزواج أن لا يظلمها أحد. طبعا، وإذا وافقتم ففي الصيف. إنها ضفيرة صغيرة. متى يتم قص هذه الضفيرة؟ بعد أيام. ستدعون لحضور المراسم؟ في شرط تقديم اللبن. أنت محظوظ، جدتك ترعاك. للأسف أنا جدتي ماتت. مسكينة. خالي، عد وأخبر جدتك أن عائلة السلطان تريد تزويج ابنتهم بالإكراه. أصمتي.